وكل عن جوابك لساني وطال
ولا تردني لجهلي، ولا تمنع لي من قلة صبري، أعطني لفقري وارحمني لضعفي. سيدي عليك معتمدي ومرولي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، وبثنائك أحط رحلي، وبجودك أنصب طلبتي، وبكرمك يا ربي أستفتح دعائي، ولديك أرجو فاقتي، وبغناك أجبر عيلتي، وتحت ظل عفوك ثيابي، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري، وإلى معروفك مديم نظري، فلا تحرقني بالنار، وأنت موضع أملي، ولا تسكنني الغاوية، فإنك قرة عيني. يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك، فإنك ثقتي، ولا تحرمني ثوابك، فإنك العارف بفضلي. إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عملي. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعذر منك بالحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك كل موقفي. واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي، وأدم لي ما به سترتني. آه وحزنا أنا المنقول إلى عسكر الموتى، آه وحزنا أين المفر من ذنوبي غدا، آه وحزنا إن شهدت علي ملائكة السماء، إن طردت عن حوض محمد المصطفى، وأنا إذا أسلموني إلى منكر ونكير في القبر غدا، وأنا إذا أكلت الديدان محاسني واللحم، وتضر وتصرمت الأعضاء، آه ونفسان من ظلمة القبر ووحشة القبر والبلاء، آه
وأظهر مروتي
ما استعمرت لي، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا. في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان، في ليلة القدر، وما تنزله في كل سنة من رحمة تنشرها واختم عملي بها.
استنقذتني منه، ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيي ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا ربي على نفسي وديني ومالي، وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد، ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، فلا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري، وارفع درجتي، وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة. وأعطني يا ربي جميع ما سألتك، وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عن من ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي، وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا، ونحن أرضاك، فاعتق رقابنا من النار، فاعتق رقابنا من النار، فاعتق رقابنا من النار. يا نفسي عند قربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغفرت، ولدت لا ألوذ بسواك، ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل
القرآن.